عاشوراء إصلاح الفكر والعقيدة والأخلاق. زينب عليها السلام من الشام إلى المدينة، لا زيارة الأربعين ولا كربلاء. أولاً، القمي متيقن من رحيل زينب والسجاد والآل عليهم السلام من الشام إلى المدينة. ثانياً، المفيد يسبق القمي في نفي زيارة الأربعين والمسير إلى كربلاء. ثالثاً، الشيخ الطوسي يؤكد لا كربلاء لا المسير لا زيارة الأربعين. رابعاً، الكثعمي ينضم لحقيقة رجوع زينب عليها السلام إلى المدينة. أليف، انضم الكثعمي العاملي للقائلين بحقيقة رجوع زينب والحرم عليهما السلام من الشام إلى المدينة في 20 من صفر، ونفي مسيرهم إلى كربلاء والأربعين وزيارة القبور. باء، في المصباح قال الكثعمي: صفر، في 20 منه كان رجوع حرم الحسين بن علي عليهما السلام إلى المدينة. جيم، قال القمي في منتهى الآمال: إن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والكثعمي قالوا إن حرم أبي عبد الله الحسين عليه السلام رجعوا من الشام إلى المدينة. دال، قال الإمام الصادق عليه السلام: ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض بأكثر من 3 أيام ثم ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء. ها، هل أخذ الإمام السجاد عليه السلام زينب والعيال إلى قبر فارغ 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 ليس فيه روح ولا عظم ولا لحم؟ المهندس الصرخي الحسني.